إذن الخبر من حيث هو خبر، إما أن يصلنا بطرق كثيرة وإما أن يصلنا آحادا. اشترط في الكثرة أن تكون هذه الكثرة بلغت من العدد بحيث لا يمكن في العادة أن يتفقوا على أنهم يكذبون، فالأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. فنقول إن هذا الخبر ليس خبرا متواترا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وينشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا اللهم التفقه في الدين والعمل بما علمتنا، ونسألك اللهم فتحا وفهما وتوفيقا وإعانة وهداية تبلغنا بهما مرضاتك وما نؤمل من طاعتك. وصل اللهم على أسعد خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وتلك الكثرة. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعهم تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. طيب، ومنهم نذكر بأننا قلنا أن التعريف الصحيح للمتواتر أنه ما نقله جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو حصوله منهم اتفاقا، يعني أن ينقل الخبر عدد، هذا العدد حين نأتي ننظر إليه في عادة الناس نجدهم أن هذا العدد عادة لا يمكن أن يتفقوا يشتركوا في أنهم سيكذبون، وكذلك لا يمكن في العادة أيضا وواقع الحال أن يكون هذا العدد يحصل بينهم توافق من دون قصد في أنهم كذبوا، يعني قد يكذب عليك شخص، ترى حادثا، ترى قضية، فتقول: ما الذي حصل؟ يكذب عليك شخص، يقول لك مثلا: الحادث في شخص مقتول، كذب. واحد آخر يقول لك: في انفجار حصل، كذب. واحد ثالث أيضا يكذب عليك. كل هؤلاء الناس سيكذبون، إما كذبة واحدة بذاتها ووصفها وعينها، أو كذبا متنوعا لكنه مرتبط بقضية واحدة، ويكون هؤلاء الناس لم يحصل بينهم توافق، هذا فكر يكذب، هذا فكر يكذب، هذا عادة لا يحصل هذا. العادة تحيل أن عددا كبيرا من الناس يحصل بينهم تواطؤ أو يحصل اتفاق في الكذب. هذا العدد، هنا سؤال يطرح نفسه: كم هذا العدد؟ قلنا الصحيح أننا لا نضع رقما، لكن بعض المحدثين وضعوا رقما فقالوا:
ومنهم ومنهم من عينه في الأربعة وقيل منهم من عينه في الأربعة قال الذي الحديث الذي يرويه أربعة من الصحابة هو عندي حديث متواتر. لماذا؟ قال لك لأن الصحابة هي الطبقة الأولى أربعة، فنقدر أن الطبقة التي بعدها أربعة أو أكثر، وأن الطبقة التي بعدها أربعة أو أكثر، وأن الطبقة التي بعدها أربعة أو أكثر. قال لك هذا أعده متواترا. لماذا؟ قال لأنني وجدت أن قضية خطيرة في الشرع وهي الرجم مثلا وثبوت الزنا على من حصل منه هذا عياذا بالله الذي يترتب عليه الرجم أو الجلد، ثبت هذا الحكم حين ثبتت هذه الجريمة على الشخص بشهادة أربعة، فهؤلاء الأربعة حين شهدوا الشهادة التي اشترط الفقهاء فيها ما اشترطوا مما لا يعنينا تفصيله في هذا الدرس، قال لك أفاد العلم الضروري. فما دام أفاد العلم الضروري إذن إذا نقل لي أربعة من الناس خبرا سأعتبره أنه أفاد العلم الضروري، يعني تواتر. ومنهم من عينه وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثني عشر وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. طيب كل هذه الأرقام شأنها شأن ما شرحناه في الأربعة، ولذلك قال وتمسك كل قائل وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. قال الحافظ بن حجر نحن نسلم بأن هذه الأعداد جاءت في قضايا معينة وأفادت في تلك القضايا العلم يعني القطع، لكننا لا نسلم أنها تطرد في بقية الأمور، لأن هذا قال لاحتمال الاختصاص، وهنا قال لاحتمال الاختصاص، ولو قال للاختصاص في قضايا لكان صحيحا أيضا، لكن الدقة العظيمة عنده جعل هذا الأسلوب الذي يغلق على من يريد أن يتعقب باب التعقب. نعم. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف فإذا ورد الخبر كذلك يعني أنه نقله عدد كثير من الناس. طيب في الواقع من العلماء الحفاظ الأئمة المحدثين من ألف كتبا في المتواتر، هؤلاء المحدثون هؤلاء الأئمة الحفاظ كالحافظ السيوطي وغيره لما جاءوا يؤلفون في المتواتر جمع منهم اعتبر الحديث الذي له عشرة مخارج عن الصحابة يعني الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الناس فأكثر اعتبره متواترا. لماذا؟ ليس لأن العشرة تفيد التواتر، لا، لكنه لما رأى الأمر الذي بيناه البارحة أن السنة كيف نقلت لنا، الطبقة الأولى إذا سمع عشرة من الناس عشرة من الصحابة سمعوا حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام،
ثم هؤلاء العشرة سينقلونه إلى كم في التابعين؟ لو قدرنا كل واحد ثلاثة صاروا 30، لو قدرنا واحد ثلاثة، واحد قال في مسجد في جمع، واحد قال في خطبة الجمعة، واحد قال، سينتشر، وبطبيعة الحال سينتشر الخبر أيضا في التابع التابعين أكثر. فلما رأى هؤلاء الأئمة أن عشرة من الصحابة ينقلون لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء العشرة من الصحابة حين ينقلون لنا خبرا، ما الذي يقع في نفسك؟ ما مدى تصديقك لعشرة من الصحابة؟ تصديق عادي أو تصديق مختلف؟ تصديق مختلف. ليس الصحابي كأحدنا، ليس الصحابي كغيرنا، ليس الصحابي كمن هو متقدم وأفضل منا، لا، سيد الصحابة رضوان الله عليهم هم سادات الأمة. فإذا نقل لنا عشرة من الصحابة خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أن هذا العدد لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو حصوله منهم اتفاقا، لكن لما كان هذا العدد من سادات الأمة كان لهذا العدد ميزة خاصة، كان لهذا العدد ميزة خاصة، كما سيأتينا في خلال هذا الدرس إن شاء الله، ونرجو الله أن ييسر استمراريته ودوامه. إذا أخبرك عالم كبير متثبت بخبر، تصديقك للخبر كما تصدق خبر إنسان من عامة الناس؟ طيب لماذا؟ لأن هذا العالم الكبير المتثبت التقي الورع عنده صفات تجعله لا يتكلم بالخبر أو بالكلمة إلا وهو متثبت متأكد، فتصديقك له أعظم من تصديقك ربما لأمك أو أبيك، لأنه قد امتاز في نفسه بميزة تفوق ما عند والدك أو والدتك، مع أن ما غرس في طباع النفوس من محبة الأبوين وتقديمهما على الجميع شيء مستقر معلوم. إذن كذلك الشأن، إذا نقل لنا عشرة من الصحابة شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن درجة ارتفاع الثقة والاطمئنان تكون فائقة جدا. لاحظتم يا أخوان؟ تكون فائقة جدا. ومن هنا، ونظرا إلى أن ما دام المخرج الأول عشرة، إذن بعد ذلك بالواقع المشاهد سيزداد الضعف، وربما الضعفين وربما الثلاثة، ولا يزال الأمر ينتشر ينتشر ينتشر. من هنا بنى جمع ممن ألف في المتواتر، بنى كتابه على أن الحديث الذي له عشرة من الصحابة يروونه يعدونه في المتواتر. واضح؟ طيب، واصل. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه، طيب، إذا قلنا أن هؤلاء اختاروا هذا المنهج، اختاروا هذا المنهج أن العشرة يعدونه متواترا، فما فوقه بطبيعة الحال سيعتبرونه متواتر. ولذلك إذا أخذت مثلا يعني نظم المتناثر في الحديث المتواتر أو غيرها من
من كتب الأئمة الكبار رضوان الله عليهم، ستجد مثلا يقول لك حديث الحوض مثلا رواه كذا من الصحابة، حديث كذا رواه 10 من الصحابة، حديث كذا رواه 30 من الصحابة، ويسكت يقول لك رواه فلان عن فلان، فلان عن فلان، مثلا أحمد عن فلان، الترمذي عن فلان، البخاري عن فلان، ألف من الناس عن ألف من الصحابة. هو هذا الأمر جار على المنهجية التي ذكرتها لكم حفظكم الله. نعم. وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. ممتاز. انضاف إلى هذه الكثرة التي اشترطنا فيها هذا الأمر أن هذه الكثرة تستمر في طبقات نقل الخبر. فإذا قلنا مثلا البخاري رضوان الله تعالى عليه يقول على سبيل المثال في كتاب الدعوات من صحيحه، قال باب فضل ذكر الله عز وجل، ثم قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ورواه الإمام مسلم بهذا السند ولفظه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الآن عندنا شيخ الإمام البخاري وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه وهكذا التابعي ثم الصحابي، فلنفترض أن عندنا 5 طبقات. إذا نشترط في الطبقة الأولى هذه الكثرة، ونشترط في الطبقة الثانية هذه الكثرة، ونشترط في الطبقة الثالثة هذه الكثرة، ونشترط في الطبقة الرابعة هذه الكثرة، حتى نشترط ذلك في الصحابة رضي الله عنهم، أو حتى نجري على قواعد من اختار 10 من الصحابة فنقول نكتفي 10 في الصحابة وما بعده نشترط الزيادة. تمام؟ طيب، هذه هي معنى أن تكون الكثرة هذه متوفرة من ابتدائه إلى انتهائه. طيب، في الواقع نحن عندنا عملية عكسية، يعني كيف وصل إلينا الحديث؟ الحديث الذي ذكرناه الآن، الصحابي حدث التابعي، التابعي حدث تابع التابعي، تابع التابعي حدث الذي بعده، الذي بعده حدث الذي بعده، الذي بعده حدث الذي بعده، ثم أخرج هذا الحديث مثلا الإمام ابن ماجه في سننه. حين نأتي لدراسة سند هذا الحديث ماذا نفعل؟ نعكس القضية، ندرس الحديث، ندرس سند الحديث من العكس. يعني الآن نقول هذا الحديث، هذا الحديث في سنن الإمام الجليل العظيم الإمام ابن ماجه رحمه الله ورضي عنه وجزاه عن الأمة خير الجزاء. لنفترض أن هذا كتاب السنن لابن ماجه، نحن الآن عندنا يقين وقطع
بأن هذا كتاب السنن لابن ماجه. طيب، وعندنا يقين وقطع أن الإمام ابن ماجه إمام عظيم من كبار أئمة المسلمين، وهذا كتابه. هو في كتابه يقول: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، حتى نصل إلى الصحابة. نحن سنبدأ دراسة الأسانيد من أين؟ من شيخ الإمام ابن ماجه، من شيخ الإمام ابن ماجه. ننظر في شيخ الإمام ابن ماجه، هل الصفات التي نشترطها في الراوي الثقة الذي نقبل حديثه موجود؟ موجودة تلك الصفات؟ قلنا نعم. إذن نقول شيخ ابن ماجه ثقة. نأتي إلى شيخ شيخه، فنقل لنا الحديث في الواقع من الصحابة، فمن بعده فمن بعده فمن بعده، حتى وصلنا إلى صاحب الكتاب. حين نريد أن ندرس هذا السند نعكس القضية، نبدأ بشيخ المؤلف. لماذا؟ لأننا هكذا يعني أضرب مثل مسهل. جئت أنا قلت لك أن مثلا الشيخ فلان من الناس انتقل إلى رحمة الله قال هذا الكلام، فيأتيني إنسان يقول لي: أنت شفت هذا الشيخ؟ أقول له لا. طيب يقول لي: على كيف تقول أنه قال؟ أقول لك: لأن فلانا من الناس قال لي إن الشيخ فلان قال كذا. قال لي: فلان هذا سمعه؟ قلت له: لا، فلان هذا لم يلتقي بالشيخ. رحنا لفلان، قلنا: لا، أنت تقول أن الشيخ فلان قال كذا، أنت سمعته؟ يقول: لا، لم أسمعه، لكن تلميذه فلانا قال لي ذلك. فالآن الكلام اللي أنا نقلته عن الشيخ بيني وبينه ثلاث وسائط مثلا، فلنفترض أنك تعدني ثقة، وأرجو الله ذلك، قلت لك إن فلانا أخبرني، وافترضنا أن فلانا ثقة، قال لنا إن فلانا أخبرني وهو تلميذ هذا الشيخ أن الشيخ قال له كذا. إذن نحن الآن لما أردنا أن نتثبت من هذا القول، جئنا ندرس من أين جاءنا هذا الكلام. وهذا الأمر يا أخوان نفعله إحنا أيضا في حياتنا. أي واحد يقول لك: المدير قال هاللون، أنت تقول له: سمعت المدير؟ يقول لك: لا، أنا سمعت الموظف الفلاني قال لي هكذا. نروح حق الموظف نقول له: أنت سمعت المدير؟ يقول: لا، سكرتير المدير قال لي. بدينا ننتقل من خطوة إلى خطوة حتى عرفنا الطريق، ثم بعد ذلك نحكم على هذا الطريق. هؤلاء لو افترضنا أن واحد فيهم كذاب، بتصدق؟ ما بتصدق. طيب تفضل يا سيدي. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضيع لا ألا تزيد. ممتاز، قلنا هذا ونعيده، قلنا أن هذا العلم الأقل يقضي فيه على الأكثر، فإذا افترضنا أن عندنا كثرة من الناس في هذه الطبقات، لكنها في بعض الطبقات تزداد الكثرة زيادة كبيرة، لا يضر، هذا خير وبركة، المهم أنه لا ينقص العدد. نعم. إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموع. ممتاز. أنا أعتقد أن هناك يعني سؤال كان يتعلق عن الطبقات، فربما يعني اتضحت مسألة الطبقات، ولعلماء الحديث اختلاف في تقدير الطبقات، منهم من يقدر الطبقة
بالمتساوين في الأخذ عن الشيوخ، ومنهم من يقدرها بالسنوات، وإذا يسر الله ووصلنا إلى شوية درجة متقدمة في سيكون الكلام على الطبقات بتوسع أكثر إن شاء الله. قال: وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، أو كما عبر عنه بعضهم بالحس، يعني قال لا القضية العقلية المحضة كالواحد نصف الاثنين. ما في أحد يشك أن الواحد نصف الاثنين، ومن يشك في هذا يعني هذا أمر مختلف. تقول: نسمع الآن على سبيل المثال، لو احنا جالسين في الغرفة هكذا في الدرس، سمعنا صوت يعني كأن انفجار، كأن شيء كبير طاح، كأن، فأرسلنا واحد من الناس قلنا روح شوف ايش صاير. راح ورجع قال في نجم سقط، نصدقه؟ تصدقون أو لا تصدقون؟ طيب ليش ما تصدقون؟ النجم ممكن يسقط، ولا بس أنتوا يعني في هذا المكان تدرسون حديث ما يطيح نجم؟ طيب تصدقون أو لا تصدقون؟ حسب الشخص اللي راح. أرسلنا كلكم ثقات وكلكم عدول، أرسلنا واحد منكم رجع قال لنا في نجم سقط. قلنا النجم سقط وين؟ قال بعيد، بس هي من قوة الصوت. المشايخ قالوا طرشوا واحد ثاني خلي تأكد أكثر. طرشنا شخص آخر أرسلناه، يا قال لا في انفجار واقع. الآن شو الحل؟ أرسلنا واحد ثالث قال في ثلاثة آراء، ناس يقولون انفجار، ناس يقولون يعني في شيء طايح عود، وناس يقولون نجم ساقط. احنا الآن طلعنا بشيء. طيب ليش ما صدقنا الناس ذلين؟ لأن الشيء اللي احنا سمعناه مزعج، والإخوة الكرام اللي أرسلناهم ما شفوا الغليل. قلنا هقلي قال لنا نجم طاح، قلنا أنت شفت النجم؟ قال لا سمعت. سمعت شنو الصوت؟ قالت لا سمعت يقولون الناس هناك يقولون إن نجم طاح. رحنا اللي قلنا له وقع انفجار، قلنا له أنت شفت الانفجار؟ قال لا يقولون في انفجار بس يعني ما وصلنا. اللي قال لنا في شيء طاح أو صوت قوي أو بس مو بعارفين شنو، ما يبلنا خبر. احنا قاعدين هنا عارفين ان في شيء صار. اذا ربما كان الخبر خبرا تتوافر همم النفوس الى معرفته، لكنه لم يصل لنا بطريق يشفي غليلنا ويطمئن نفوسنا لقبوله. سنزيد هذا إيضاحا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.